ننتقل لواحدة من المحطات المهمة خلال مشوارنا الصباحي عبر موجة أم درمان اف ام، وضيف على الهواء. يعني يد العون والخير لما تكون طويلة هي بتبدع في العطاء، وربنا دائما هو ما بيسخر عمل الخير بأيادي خيرين بيقدروا يعني يجسدوا الخير على أرض الواقع بمسميات مختلفة، سواء كان مبادرة أو منظمة أو بطريقة أو بأخرى بيوصلوا الحوجة أو يسدوا الناقص عند المحتاج بالتحديد. وواحدة من الفتيات المختلفات، يعني شابة في مقتبل العمر لكنها استطاعت من خلال مجهودها وكم الخير اللي فيها إنها تنشئ منظمة وتقدر من خلالها تحتوي عدد كبير من الأسر والأطفال تحديدا، وترسم الفرحة والبسمة على وجوههم من خلال منظمة الملاذ الآمن للتنمية، وهي الأستاذة ملاذ عبد العزيز المؤسس والأمين العام للمنظمة. وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل السادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك، إحنا سعيدين بوجودك الليلة. أنا سعيد بوجودك. أسلفت في المقدمة إنه مؤسسة الملاذ الآمن للتنمية واحدة من المؤسسات اللي قدرت إنها تقدم يد العون وتسد الحوجة عند بعض المتعففين لو قلنا عليهم بطريقة يعني ظريفة وراقية ومناسبة من دون ما تجرحوا في الناس ومن دون ما تحسسوهم بالنقص اللي ممكن يكون موجود في حاجة معينة أو حوجة معينة هي يعني ما موجودة عندهم. خلينا نتعرف على منظمة الملاذ الآمن للتنمية، على الفكرة وأساسها ومجموعة الأهداف اللي بتتعلق بالمنظمة. زي ما ذكرتي ان احنا بنساعد اكبر عدد من الاسر بطريقه من غير ما يتحسسوا، لانه الوصمه الاجتماعيه دايما احساس انه زول ده فقير او كده موجوده دايما عند بعض المؤسسات اللي بتشتغل. فمنظمه الملاذ الامن لما بدت الفكره بتاعتها بدت في 2015، بدت كفكره. كان الفكره بتاعتنا انه احنا دايما بنشتغل او بنشوف الاطفال الموجودين في وضعيه الشارع، وكل المبادرات والمؤسسات اللي بتشتغل معاهم بتشتغل معاهم لسد الحوجة الحالية اللي هم موجودين فيها في الشارع. فما في كان استدامة في سد الحوجات دي، فدايما بتكون الحوجة فترة الشتاء يقوم يوفر لهم كسوة ويوفر لهم وجبة شتاء وخلاص، يجي الصيف يشوفوا نوع الاحتياج اللي في الفترة بتاعت الصيف ده شنو. فكانت الفكرة إنه نحن ليه ما نشتغل دايماً على مشاريع أو حاجات مستدامة أو على الأسباب الأساسية اللي بتؤدي لظاهرة التشرد والتسول، ومن هنا بدأت الفكرة بتاعت الملاذ الآمن للتنمية. ممتاز. استردنا في عشان نأسس المنظمة أو نأسس المبادرة بتاعتنا دي بشكل قوي وتقدر تظهر في الساحة ضمن المبادرات الموجودة تماماً، استندنا في الدراسات السابقة والمؤسسات السابقة اللي اشتغلت قبل كده في المجال ده. يعني شفنا الوزارات وشفنا الناس. منو معاكي انت كمؤسسة؟ منو معاكي من أفراد؟ معنا فريق كامل متكامل. المنظمة فيها أكبر عدد من المتطوعين، فيها مكتب تنفيذي بيشتغل الشغل، بيخط الخطط والبرامج، بيدي فترة زمنية للتنفيذ بتاعتها، بعدين بيقيم الحاجة دي هل هي كانت صح ولا نقاط الضعف ونقاط القوة كانت وين. وبدينا من إنه نحن نحول نقاط الضعف في المبادرات والمنظمات والمؤسسات اللي اشتغلت في المجال دي هي تكون دي نقطة البداية بتاعتنا. فاكتشفنا انه كل المبادرات اللي هو زي ما قلت لك في البدايه انه بتشتغل لسد الحوجه الحاليه، فنحن قررنا نشتغل على الاسباب الاساسيه اللي بتؤدي لظاهره التشرد والتسول، سواء كان فقر، سواء كان تفكك اسري، سواء كان مشكله اقتصاديه، وبدينا فعلا في الحاجه دي. يعني هي بتستهدف الاطفال تحديدا ولا هي عموما بتستخدم كل الناس الموجودين في وضعيه الشارع؟ لكن نحن بنركز على الاطفال لانه هم الفئه الاضعف. يعني لو كان زول في وضعيه الشارع كبير في السن، يعني عمره اكثر من 18 سنه، بيقدر يعتمد على نفسه، بيكون عنده خيارات ثانيه انه يحمي نفسه. لكن لما يكون طفل بتبقى عليه صعوبه الحياه وصعوبه الشارع وصعوبه الحاجات المحتمله اللي ممكن تحصل له وهو موجود في الشارع. صحيح. فبدينا على الاساس. ممتاز. يبقى هي الهدف واضح من المنظمه تحديدا، وتعددت الفعاليات او تقديم البرامج المختلفه وسد النقص تحديدا عند مستخدمي الشارع بشكل عام. أيوة. او اطفال الشوارع عموما. أيوة. أيوة. يبقى شنو اول الفعاليات او البادرات اللي انتم قدمتوها وما توالاها يعني من فعاليات؟ انا زول اشتغلت في مجال العمل التطوعي وعندي الاحتكاك بالمنظمات بطبيعه الدراسه اللي انا درستها وبطبيعه الشغل. فاول النشاطات كان واحده من الحاجات اللي لاحظناها لما نحن بنخطط انه المبادرات بيكون في المشكله بتاعه نقص التدريب للكادر الشغال ذات نفسه. فاول خطوه بديناها انه الزول اللي بيشتغل معنا لازم ياخذ تدريب في اساسيات العمل التطوعي، مهارات الاتصال والتواصل، اكتب كيف تكتب تقرير، كيف تكتب مقترح لمشروع،
وأزمة التشرد والتسول في السودان ذات نفسها. يعرف من الدراسات بأنه من هو المشرد، من هو المتسول، الفرق بيناتهم شنو، الأعداد بتاعتهم، طريقة التعامل كيف، المشاكل اللي بتلاقيهم في الشارع كيف يتواصل معهم، على أساس أنه الكادر اللي بيطلع يشتغل يكون عارف أنه هو هيشتغل مع منه تحديدا، والفئة اللي بيشتغل معاه وكيف طريقة التواصل بينه. يا هم ربطة الذكاء أنكم تركزوا على الكادر. فدي لاحظنا أنه كل المبادرات اللي اشتغلت أو معظم المؤسسات اللي اشتغلت ما كان عندها الفكرة بتاعت التدريب للمتطوعين أو للفرق اللي بتشتغل أو بتنزل للفرق الميدانية. فكانت فكرتنا إنه هم يكونوا عارفين بيشتغلوا مع منو وكيف إنه يشتغلوا معاهم وكيف الواحد لو عاوز يقيم الشغل اللي اشتغلوا معاهم ده يبدأ يشتغل. بعديها بعديها طوال انتقلنا لنشاط كان دارين ندرس بيه والشارع عموما شكله كيف، ونعمل زي إحصائية مبدئية لأنه للأسف ما عندنا إحصائيات كثيرة شديد. يعني آخر إحصائية عملت للأطفال في 2013 للأطفال الموجودين في وضعية الشارع، فعملنا وجبة طريق اللي هي كانت وزعت في الشهداء وسوق أم درمان المحطة الوسطى الإستاد شارع الدكاترة، اللي هي كنا دارين نشوف إحصائية مبدئية أو تقديرية لعدد الأطفال والأشخاص الموجودين في وضعية الشارع في المناطق دي. هي عبارة كان عن وجبة اتوزعت لهم في يوم بتاع جمعة مواعيد بعد الصلاة مباشرة، فقدرنا نعرف انه بعدك حتى الفريق اللي اتدرب عرف انه والله الحاجة اللي اخذها في التدريب ما زي لما تلاقيه على الأرض الواقع. أيوة. نعم. فكان هي خيارات لانه نحن نقدر نعرف طريقة التعامل معهم كيف، المتطوعين يعرفوا كيف التعامل مع الاطفال ديل برغم من انه بنسمع عنهم حاجات كثيرة، فدارين نسبة الحياة اللي بنسمعها من الحاجات اللي بتلاقينا على الأرض الواقع. وبدينا بعد ذاك واصلنا باقي النشاطات بتاعتنا على الاساس. ممتاز. يبقى اول المشاريع اللي انتم قمتوا بها شنو؟ اللي هو التدريب وتأهيل المتطوعين بالنسبة لوضعية الشارع. بالنسبة للأطفال في وضعية الشارع حاليا نحن شغالين على مشروع احتواء اللي هو أنا قلت لك الفترة اللي فاتت ده ما أول مشروع عليكم لكن لا ما أول مشروع اشتغلنا حاجة اسمها فرحة العيد 2017 و18 و19، دي كنا مستهدفين بها الأسر الفقيرة اللي هو عندهم أطفال لكن ما بيقدروا يشتروا ليهم حاجات العيد، وفي نفس الوقت الأطفال دول عرضة لأنه يبقوا في وضعية الشارع، يعني في احتمالية أن جزء من الأطفال دول يطلع يبقى من الأطفال المشردين والمتسولين الموجودين في الشوارع. فدي برضو كان من المشاريع اللي لقيتنا فيها مشاكل انه هو تواصل مع الاسر وتواصل مع الاطفال ذات نفسه، غير كده يعني انه حصر الاسر ذاته لانه نحن دارين نحصر الاسر الفقيره عشان واحده من الاسباب الاساسيه بتاعه التشرد الفقر، فكنا دارين نحصر الاسر الفقيره عشان نخش في مشروع المشروع ده يستهدف به الأسر الفقيرة عشان نرفع من مستوى الضغط بتاع الأسر الفقيرة عشان تقدر توفر الاحتياجات بتاعت الأطفال الموجودين داخل الأسرة وتوفر احتياجاتها عشان ما طيب تكون هي. طيب الحصر ده على نطاق جغرافي معين في أم درمان فقط ولا ولاية الخرطوم عامة؟ والله هو في البداية الحصر ده كان عشوائي لأنه نحن كنا منزلين في الصفحة بتاعتنا إنه والله نحن عندنا ملابس للأطفال وملابس للناس الكبار مستهدفة، يعني أي زول بيعرف أسرة محتاجة. فلما الناس بقت تتواصل معانا فبقينا شنو بنقوم بيجينا مثلا ان احنا والله انا فلان الفلاني بعرف اسره في ام درمان في الحته الفلانيه في مربع كده، فبعد ذاك بقينا نقسم انه الاسر ام درمان طيب في ام درمان في ام درمان في اي في حته معينه او مكان في اي معين. مكان او في طيب. اي منطقه، فبتبقت عندنا داتابيز على الاسر المحتاجين نشتغل معاه في ام درمان، على الاسر المشتغل معاه في بحري، على الاسر المشتغل معاها في الخرطوم، فبقت عندنا الداتابيز بتاعتنا قاعده موجوده بالاسر في المناطق بتاعتها، تواصلنا معاهم وكنا حريصين انه نحن نوصل الملابس بنفسنا، يعني ما بنخلي زول يجينا، يعني نحن بنشيل الملابس بنوصلها له منه، في نفس الوقت بتكون دراسه ميدانيه للحاله، بنشوف وضع الاسره قاعده فيه وشكل البيت اللي قاعده فيه وعدد الاطفال، الحاله الصحيه للاطفال، الوضع النفسي. ممتاز. دراسه من كل النواحي. من كل النواحي. يبقى اختلفت الوضعيه لما عملتوا ماي ستور. ماي ستور هي كان هو فكره بتاعت مشروع هيتنفذ ان شاء الله في فرحه العيد 2020، لانه اكتشفنا انه نحن بنودي للناس الملابس على حسب مزاجنا نحن وعلى حسب كيفنا نحن وعلى حسب الملابس المتوفره عندنا. يعني بيجيك بنطلون انت بتخط معاه وبلوزه، بيجيك سكيرت بتخط معاه ويعني تيشيرت او كده، فبتحس انه خدتينا الحاجات دي بشكلنا نحن. فلما كنا بنصل للاسر كان بيكون عندنا مشكله بتاعت مقاسات، بعد ما نصل الاسره ونديها الملابس وكده بيقوموا بيتصلوا علينا بيقول لنا والله المقاسات ما طلعت مظبوطه او كده، فجات فكره ماي ستور. ماي ستور هو عباره عن متجر بعد ما نجمع فيه نجمع الملابس المفروض نوزعها على الاسر نجمعها، وبعد ما نجمع الملابس دي هنقوم نعمل لها شنو؟ هنقوم نقسمها على حسب على حسب المقاس وعلى حسب التشكيله، بعد ذاك الاسر المستهدفين دي ذاتها حيتم توزيع بطاقات ليها على اساس انه انت لما تجي المتجر وتطلع البطاقه معناه انت من الاسر المستهدفه المفروض تشيل الملابس مجاني من المتجر ده.
في نفس الوقت بتدي فرصه لانه والله الاطفال بدل جابوا لنا الملابس لحد عندنا ان احنا مشينا السوق واشترينا الملابس كده بنكون دخلنا الفرحه في نفوس الاطفال انه جو السوق اشتروا الملابس قللنا المشكله بتاعت اخطاء المقاسات كله طول حيشيل الحاجه القدره واختلاف الاذواق برضو كانت على مشكله هو الذكاء هنا ده الاختلاف عند كل زول حيقوم يشيل الزوج اللي هو عجبه يعني احنا بنودي للناس على زوجنا كده حيجي يشيل زوجه ومقاسه وبيكون مبسوط انه مشى السوق وقدام الناس حيقول انه احنا مشينا السوق وجبنا اللي ذوق فبتكون الفرحه دخلت صحيح يبقى برضو عندكم مشروع احتواء ايوه هو شنو الاحتواء هو جه نتيجه للتقييم لكل الحاجات دي نتيجه لتقييم مشاريع العيد نتيجه للدراسات الميدانيه اللي اتعملت ونتيجه للخطه اللي بدت بها اصلا المنظمه فزي ما قلت لك واحده من او مشروع احتواء اساسا اتعمل عشان يكافح الفقر بالنسبه للاسر الفقيره مستهدفين بها الاسر الفقيره والاسر الفقيره اللي عندها اطفال عرضه لانه يكونوا في الشارع والاطفال الموجودين في وضعيه الشارع وعندهم اسر اساسا فدايما نحن بنشتغل كنا على مستوى الاطفال انه نحن بنوعي الطفل انه انت لو بقيت في الشارع هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك اكتشفنا انه الطفل ده هو بس 1% من المشكله كلها يعني احنا نرجع للاسر صحيح. طيب فلما نرجع للاسر بنكتشف انه والله في تفكك اسري بنكتشف انه في ضعف بتاع وعي من الاسره في مشكله اقتصاديه خلت انه والله الاسره تفضل انه الطفل ده يشتغل في الشارع بدل ما يمشي المدرسه ليسد الحويه بتاعته فالمشروع هدفه تمكين اجتماعي واقتصادي التمكين الاجتماعي انه يكون في رفع وعي للاسره عن الاضرار اللي بتصيب الطفل ده لو قاعد في الشارع والمخاطر المحتمله انه تحصل للطفل ده من انه موجود في الشارع في نفس الوقت التمكين الاقتصادي حنوري الاسر انه كيف يعملوا مشروع مدير للدخل بنفسهم وكيف انه يسوقوا للمشروع ده والمؤسسات اللي بتدعم المشروع بتاعه ده يعني مؤسسات وكيف يمشي للمؤسسات دي والمستندات المطلوبه شنو وقانونيا الجهات اللي بتساعده في انه يفتح المشروع بتاعه شنو بعد ما يفتح المشروع بتاعه ان شاء الله لو ربنا حيانا نحن بنوريه كيف يقدر يسوي المشروع بتاعه أيوه. ده ويدير ويحسب نسبه الارباح بتاعته ويحسب انه كيف هو قادر يربح من المشروع ده المشروع ده مدته 2 هو عباره عن تيست هسي حاليا تيست بس مشروعنا مستهدفين به 90 اسره 30 في الخرطوم و30 في مدرمان و30 في بحري على اساس انه نشوف في ال 90 اسره دي في خلال السنتين دي لو بنقدر نرفع مستوى دخل الاسر دي ل 15% ونقلل نسبه الاطفال المفروض تمشي الشارع بنسبه 5% نحن بنعتبر المشروع بتاعنا ده ناجح وبنقدر نعممه على كل ولايات السودان ان شاء الله لو ربنا حيانا في الخطه بتاعتنا يا سلام يمكن هي مجموعه من الاهداف اللي بتخص منظمه الملاذ الامن للتنميه يعني شغل مرتب وممنهج واستراتيجيات واضحه ومستقبل أيوه. باذن الله واضح وجلي أيوه. بتمنى انه ربنا يوفقكم ويعني توصلوا انتم وتحققوا كل اهدافكم وتكونوا راضين عن ادائكم تمام الرضا تحققوا كل مشاريعكم الحاليه والمستقبليه سعدت جدا بحضورك اليوم الاستاذه ملاذ عبد العزيز المؤسس والامين العام لمنظمه الملاذ الامن شكرا لك عفوا الله يسلمك